كان معانا مداخلة يمكن في الفقرة اللي قبل كده، كان بيقول أوجه شغفي، هل الشغف يوجه أو ممكن أنا أخلقه تجاه موقف معين أو حاجة معينة؟ ممكن أوجهه، يعني هو مش بيتخلق بس هو بيتكون. يعني أنا بحب الحاجة فبتعلق بيها فبحبها أكتر فأوصل للشغف، فورد إن هو يتكون يعني من البداية واحدة واحدة لحد ما نوصل لحاجة معينة. وأوجه شغفي لحاجة معينة طبعا بإيدي إن أنا أعمل ده، لو جربت حاجات كتير وشفت تفاصيلها المختلفة، واحنا شايفين الصورة من بره غير واحنا بنجربها. يعني اي حد مثلا بيتكلم عن ممثل، عن مذيع، عن اي حاجة، هو بيبص على الجزء اللي بيلمع بس، وما شافش كل التفاصيل اللي هو مشي فيها عشان يوصل لده. عن اي شخص ناجح او اي شخص موجود في بؤرة نور، يعني اول حاجة بفكر فيها ايه، الراجل ده وصل لايه، كسب ايه. طب احنا ما بصناش على الخطوات، فالخطوات العملية للحاجة هي المختلفة تماما، وهي اللي بتسبب مشاعر انها تزيد او تقل. اوكي.